حلو قوي الفستان ده. ميرسي. ما يتلبس تاني، ومن هنا ورايح لازم تاخدي بالك يا شيرين، العيال وصلوا خلاص ودول رد سجون، يعني جواهم كبت. ودي مين كبت؟ يا بنتي انت هتكرهيني اني علمتك لغات ليه؟ ما تكلميني عربي عشان افهمك. اقصد يعني ايه كبت؟ يعني ما ينفعش تلبسي قدامهم اللبس ده خالص، ولما تدخلي اوضتك تتربسي عليكي من جوه، وريت بلاش انجليزي كتير عشان العيال دي ما يفتكروش انك طريه. يعني ايه طريه؟ طريه؟ شيرين يا حبيبتي انا عايزك قدام العيال كده تنشفي، تبقي بنت مخربشه لبط، من الاخر تبقي بنت تربيه شوارع. ازاي يعني؟ زي كده. اوكي اورايت اورايت. وش معنى دي يا اختي اللي فهمتيها بسرعه؟ ما بلاش يا انكل. بلاش ايه؟ بلاش العمليه دي خالص. تاني يا شيرين؟ تاني؟ والتلاتين سنه اللي خدمتهم وطردوني بعديها اعوضهم ازاي؟ يا انكل انا بس شيرين يا بنتي، العمليه دي بالنسبه لي هي مكافاه نهايه الخدمه، اخدها وبعد كده نسيب البلد دي خالص ونروح نعيش في الحته اللي انت عايزاها. ماشي يا انكل خلاص. بكره تبعتي للراجل بتاع سويسرا تعرفينا الخبير هيوصل امتى. اورايت حاضر. تاني اورايت. ماشي يا شيرين، جود نايت. اتفضل. تتفضل فين؟ اوضتك. لا ده مش قلت ده الحمام. طب وانت ايه اللي منيمك في الحمام؟ لا انا مش نايمه في الحمام. امال جايه تعملي ايه في الحمام؟ افندم. محسوبك السيد. وانت؟ انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ احلى بنت شفتها في حياتي. وانت اسفل واحد انا شفته في حياتي. ما اختلفناش. المهم النظام. النظام ان انا بنت اخو انكل جابر. طب انا معايا مشاط وفلايات وصابون بريحه. جيب صابون بريحه لو عايز صابون بريحه. جيب صابون بريحه. صابون بريحه. جيب صابون بريحه. يا جماعه السرير اللي فوق ده يا اخوانا مش ممكن، مش ممكن. مريح مريح اخر حاجه في الدنيا. لا بقى انا عايز اغير السرير بتاعي. ما هو اكيد سرير الواد ده فيه حاجه زياده عني. يصفر لما بتنام عليه ولا ايه؟ تصدق عندك حق. ظاهر باشا نسي يعرفنا بالزميل. وماله يا سلوحه؟ فاين الزميل يعرفنا بنفسه. نانسي حسن زبادي صفوة موزز مصر، لسه خارجة من حكم سنتين، هربانة من التجنيد. وانت مالكش نفس تستظرف انت كمان؟ انا سبق واستظرفت امبارح. لا كل واحد يلزم مكانه. اوعوا تفتكروني بنت طرية، لا انا بنت ناشفة جدا ومخربشة يعني من الاخر كده انا واحدة تربية شوارع زي عنكل كابر بالظبط. واي كلمة تانية، اي كلمة ضرب وتلطيش وإهانة ومد يدين ورجلين، مفهوم؟ اتفضلي. وديني لوالدكم. انت مخربشة مخربشة فعلا يعني. وديني لوالدكم. الحمد لله ان احنا انقذنا الشنطة. ماشي. تزعليش منهم، هم هزارهم تقيل شوية. هزار ايه ده؟ هزار سخيف جدا. خلاص بقى هاتي ايدك. جيب لي البصمونه بريحه. المبنى اللي قدامكم ده هو الهدف بتاعنا. ده مبنى عادي في شارع الهرم ماسك نصيطين. الهرم زحمه 24 ساعه والمبنى ده شكله كحيتي. جدع يا اسطى جدع. هو المبنى ده فعلا شكله كحيتي، بس تعرف يا ابو السيد المبنى ده تحتيه كنز. ايه اثر؟ لا اكتر عثرات. المبنى ده يا ابو السيد ما فيهوش فلوس، المبنى ده فيه الفلوس. ايه انت فاهم حاجة؟ لا بس عشان يبص لي. وبعدين؟ ما تفسر شوية يا باشا. مطبعة بنكنوت مصر ومخزن الورق اللي بينطبع عليه بنكنوت مصر. وعدم المؤاخذة ده فيه ايه اتسرق حضرتك؟ استنى يا تيفك، الراجل ده دماغه عالية ولازم نعلى معاه. بقول لك يا سيري بيكس، هات الحشيش اللي وصيتك عليه. قول يا باشا وسمعنا. والنبي غالي، ده انا قلت هننط على بنك. ننط؟
بقول لك النط عيب يا سقاطه. انا وعدتكم بعمليه نظيفه، بنك يعني فلوس متعلمه، يعني البوليس يقدر يوصل لنا، يعني ضرب نار وتثبيت وغلبه. تسمح لي انا اشرح لهم؟ قولي يا استاذه، احنا واثقين جدا من فصاحتك. التارجت بتاع العمليه، وي هاف تو تشينج ورق البنك نوت الاوريجينال والمغلف بانذر نون اوريجينال. ذاتس ات. ست انت بتقول ايه يا ست؟ هو ده تركي ده ولا هو مش دي نور؟ لا. ولا ده مهند؟ لا. امال مين دول؟ شات اب. استنى، ما شفتش الحلقه الاخيره. شوفوا يا رجاله، احنا هنغير ورق البنكنوت الاصلي بتاع المطبعه بورق بنكنوت مضروب من عندنا. ممكن اقول حاجه حضرتك وتسمعني؟ اتفضل يا ستيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه انذار. انذار فيلا زي دي لو حضرتك كلب، كلب بس هوب ناحيتها، مش جهاز الانذار بس اللي هيرن، على مؤاخذه شارع الهرم كله هيرن.